مشترك الصادر. الصيغة التي صدر بها القانون نعتبر أنها تمس بالحقوق والحريات، أدخلت كثير من القضايا التي لا تعتبر جرائم إلكترونية وإنما تعتبر ضمن حرية الرأي والتعبير، وجرمتها بعبارات فضفاضة واسعة تقبل التأويل، وأيضا فرضت عقوبات قاسية جدا على جرائم صيغة بلغة فضفاضة مثل عبارة العنصرية، مثل كتابة أي مواد لها طابع عنصري يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 15 سنة. قانون الجرائم الإلكترونية لم يتطرق لحرية الرأي والتعبير نهائيا، بل بالعكس النصوص جاءت لحماية حرية الرأي والتعبير، لحماية الممتلكات الخاصة والحرية والحياة الخاصة والملكية وكافة الأمور المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطن الفلسطيني. أطلق الحكم دون أن يطلب مني محامي أو دون أن يطلب مني أن أؤجل القضية أو أدافع عن نفسي، فورا أطلق الحكم بعامين، قال أن التهمة هي عبارة عن عامين بالسجن تم تخفيفهما لثلاثة شهور حبس فعلي وأنني بإمكاني استبدالهما بالمال. السلام عليكم.